التراثية، مكان يحتضن آلة السمسمية ويحاول حمايتها من الاندثار. محمد غالي ابن محافظة بورسعيد، صاحب فكرة إنشاء هذا المتحف الذي أصبح علامة مميزة في بورسعيد ومنطقة القناة، الذي يحكي تاريخ هذه الآلة. فكرة التراثية هو مكان للحفاظ على التراث البورسعيدي، وخصوصاً آلة السمسمية وأي حاجة تخص السمسمية، سواء بالجزء الغنائي، بالجزء التعليمي، بالجزء التصنيع. بدأت فكرة التراثية من 2003، وهي كانت فكرة موضوع السمسمية كتراث بورسعيدي. أغلبية المهتمين به كانوا بيهتموا بالتراث الغنائي، لكن الآلة نفسها اللي هي بتصنع التراث ده حسب الأيام والسنين يعني، فما كانش حد مهتم بها. هي آلة شعبية، وهي خدت في وقت معين من أيام العدوان الثلاثي 56 و67 إن هي كانت لها دور في الوقت ده، إن هي آلة الأغاني الوطنية، تغنى عليها الأغاني الوطنية. هي آلة بسيطة جدا، ثلاث خشبات مثلث وخمس مفاتيح وطبق من الصاج عليه مشدود على حتة جلد، آلة بدائية. فطبعا عشان تواكب العصر ده وإن هي تمشي مع الأرتام الجديدة، طبعا كان لازم يحدث تطور فيها في الآلة نفسها. فطبعا حصل تطور، عدد الأوتار زادت من 5 أوتار ل21 وتر. لم يكن التراثية مكاناً لعرض التطور التاريخي لآلة السمسمية فحسب، بل أصبح بيتاً لمختلف الفنون وإقامة ورش لتعليم الآلات الموسيقية المختلفة، وليس السمسمية فقط. لما حبيت أتعلم السمسمية أجيبها منين؟ أروح لمين؟ كان أيامها في المكان القديم الموجود كان التراثية، فروحت وكنت بقعد هناك، وكان في فنانين بيجوا يقعدوا عند محمد غالي وأنا معايا السمسمية، أشوف أتفرج هما بيعزفوا والسمسمية في إيدي، أحاول أقلد. فهي فعلا يعني بصراحة هي بيت السمسمية في بورسعيد، من تصنيع، من تعليم، من تراث. من ساعات كنت مثلا في أغنية معينة وغايب عني كلامها، كنت أروح التراثية محمد أقول الأغنية الفلانية، يفتح كتب ويطلع مراجع ويطلع ويجي يقول لي الأغنية دي بقيت كلماتها هاي ويكتبها لي. ففعلا التراثية في بورسعيد هنا بداية لكل واحد حط رجله على طريق السمسمية، بدأ من التراثية. من خلال الفيسبوك انا يعني من بدايه ما عملته وانا بدور على الصفحات اللي لها علاقه بفن السمسميه، فطبعا كان الاختيار على التراثيه، وابتديت ان انا اسال لحد ما توصلت في الاخر ان انا اقدر اتعلم من خلال التراثيه. المكان عموما كويس جدا وبيخدم فن السمسميه بشكل كبير. تستحق هذه الاله تسليط الضوء عليها اكثر واكثر، فهي تحكي تاريخا نضاليا لمدن القناه، وخصوصا بورسعيد الباسله، منذ وقت العدوان الثلاثي الى تجسيد تراث لا بد ان تتذكره الاجيال الحاليه والقادمه للحفاظ على الهويه الفنيه المصريه. We'll be right back.